الأستاذ عمار الحايلي مع سلطان مراسلنا سلطان الناسبري، اسمعوا ايش قال. والله اللهم لك الحمد، تبارك الله فيك. هذا يعني انت عارف ديربي، ومثل ما قلنا قبل المباراة لازم تحترم الخصم وتقدر. هذا فريق الأهلي فريق كبير، والحمد لله قدمنا مباراة كبيرة وربنا وفقنا وكرمنا بثلاث نقاط. الدوري قرب من الاتحاد؟ باقي لسه، اليوم بدأ الدوري. بالنسبة لنا اليوم بدأ الدوري، مثل ما قلت لأخواني اللاعبين اليوم بدأ الدوري. في لحظة من لحظات المباراة شعرت ان المباراة راحت؟ لا بالعكس، والله عندي ثقة الحمد لله، وربي ان شاء الله ما يضيع لنا تعب ولا مجهود اللاعبين ولا كل احد قاعد يعمل في نادي الاتحاد. ربنا يوفقنا.